أجيال جي بي تي، أول برنامج إذاعي فلسطيني يستنطق تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار شيق مليء بالمعلومات. أجيال جي بي تي من شبكة أجيال مع وليد نصار. أهلا بكل المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات عبر أجيال. اليوم سنسأل جي بي تي سؤالا غريبا، ونرجو أن نحصل على إجابة منها في دقيقة ونصف. جي بي تي، هل يمكن أن يكون هناك كائنات حية لا تحتاج إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة؟ وكيف تعيش؟ نعم، يمكن أن يكون هناك كائنات حية لا تحتاج إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة. هذه الكائنات تعرف بالكائنات اللاهوائية. تعيش الكائنات اللاهوائية في بيئات خالية من الأكسجين أو تحتوي على كميات قليلة جداً منه. أنواع الكائنات اللاهوائية: أولاً، الكائنات اللاهوائية الاختيارية، يمكنها العيش في وجود الأكسجين أو بدونه. تستخدم الأكسجين عندما يكون متاحاً، لكنها تستطيع التحول إلى عملية التنفس اللاهوائي عند غياب الأكسجين. ثانياً، الكائنات اللاهوائية الإجبارية، تعيش فقط في بيئات خالية تماماً من الأكسجين. الأكسجين يعتبر ساماً بالنسبة لها. كيفية العيش: التنفس اللاهوائي، بدلاً من استخدام الأكسجين لتوليد الطاقة، تعتمد هذه الكائنات على مواد كيميائية أخرى مثل الكبريتات أو النترات، تقوم بعملية تعرف بالتنفس اللاهوائي، حيث تستخدم هذه المواد كمتقبلات للإلكترونات بدلاً من الأكسجين في سلسلة نقل الإلكترونات. التخمير: بعض الكائنات اللاهوائية تستخدم عملية التخمير لإنتاج الطاقة. في هذه العملية يتم تكسير المواد العضوية مثل السكر إلى مواد أبسط مثل الكحول أو الأحماض، مما يولد الطاقة بدون الحاجة للأكسجين. مثال على الكائنات اللاهوائية: البكتيريا الميثانية، تعيش في بيئات مثل قيعان البحيرات والمستنقعات والجهاز الهضمي لبعض الحيوانات، تنتج الميثان كمنتج ثانوي لعملية الأيض. بكتيريا الكبريت اللاهوائية، تعيش في البيئات الغنية بالكبريتات مثل الينابيع الحارة ومناطق قاع المحيط. شكرا جزيلا لك جي بي تي على كل هذه المعلومات، أعدتينا إلى أيام الدراسة. شكرا لك. كنتم مع أجيال جي بي تي، بودكاست من أجيال يحاكي تقنيات الذكاء الاصطناعي في برنامج إذاعي.